الاستاد الرئيسي احد مواقع الهيئه تم احلاله وتجديده وتطويره في 2019. اذن من الامانه علي وعلى الناس اللي معايا كلهم اللي هم في الهيئه موظفين الهيئه ان احنا نحافظ عليه. فالاستعداد ايه؟ اي حاجه لا قدر الله بتتلف بنغيرها بنفس الكفاءه عشان نفضل محافظين على الفلوس اللي اتصرفت. النجيله ده كائن حي له صيانه يوميه واسبوعيه وصيانه حسب الاحوال الجويه. ولو لا قدر الله حد داس وفي رجليه مرض للنجيله ونقل فطر زي العيان بنداوي الفطر ونعالج النجيله. وعشان كده بفضل الله الملعب زي ما حضرتك هتنزلوا وتصوروه في افضل حالاته، وملعب يعتبر صوره طبق الاصل وبدون مبالغه من ملاعب اوروبا، لان الشركه اللي عملت الملاعب هناك هي اللي عملتها. الكلام ده كله انت عارف ان في جهات كتير قائمه على التنظيم، وقعدنا مع بعض ونسقوا وهم صرحوا انه هيفتحوا البوابات من الساعه 2، صدقوا تقريبا 60,000. فطبعا هيتبقى جميع البوابات مفتوحه لجميع الدرجات. الممنوعات معروفه، الفان اي دي اساسي مع التذكره. الناس هتخش تستمتع وتشجع وتقف في ظهر فريق مصر. كل سبل الراحه متوفره من ساعه ما يخشوا لغايه جوه، اللي هيعوزه هيلاقيه ان شاء الله. نقول لهم يا رب تستمتعوا، وتوصيه ان احنا نشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. لاخر دقيقه ايا كانت النتيجه نفضل معاهم كده، وربنا سبحانه وتعالى يفرحنا ان شاء الله. الناس بتحافظ على المال عام، ده مال عام يا فندم، هيكسروه ليه ولا احنا مش يعني الكلام ده يعني عهد اعتقد ولا يعني. الناس دلوقتي عندها وعي. ربنا بس يسهل في اليوم ده ويوفق المنتخب ويكون اليوم جميل والجو جميل، وان شاء الله مصر تفوز باذن الله. الحمد لله ارضيه الملعب على طول فتره الشتاء. ما هو ده الفرق بين الملعب ده واي ملعب تاني، ما بيتزرعش فيه غير الصيفي بس. ده كان موضوع قديم، الصيفي بيجي في الشتاء ما بينموش. طب هتعمل ايه؟ تقعد تغطي؟ طب وهتستقبل المباريات ازاي؟ لا، ده بقى الصيفي بيطلع مستديم والشتاء بيتزرع كل شتاء، ياخد فتره الشتاء يفضل الملعب اخضر، الصيانه مستمره، المواد الكيميائيه اللي بتتضاف له، الحاجات اللي هي بقى مقويات ضد الفطريات، كل ده برنامج، حتى الميه برنامج وبتايمر.